بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخهم ولوالديهم وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين أجمعين. وبالإسناد المتقدم إلى إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه الموطأ نكاح المحرم، وبه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. وبه قال مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن ابن جبير وأردت أن تحضر فأنكر ذلك عليه أبان. وقال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا يخطب. وبه قال مالك عن داود بن حسين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأته وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. وبه قال مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئل عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح. وبه قال مالك في رجل المحرم أنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة من حجامة المحرم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسي وهو يومئذ بلحيي جمل مكان بطريق مكة. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه. وبه قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. وبه قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا في طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه فسألهم رمحة فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام. قال مالك والصفيف القديد. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر فذكر مثل حديث أبي النضر إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهزي وهو صاحبه للرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنك بهذا الحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسم بين الرفاق ثم وضع حتى إذا كان بالإثاية بين الرويثة والعرج إذا ضبي حاقف في ظله وفيه سهم فزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد المسيب يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربدة وجد ركبا من أهل العراق محرمين فسألوا عن صيد وجدوه عند أهل الربدة فأمرهم بأكله ثم قال ثم إني شككت فيما أمرتم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر ماذا أمرتم به فقال أمرتم بأكله فقال عمر بن الخطاب لو أمرتم بغير ذلك لفعلت بك يتواعده. وبه قال مالك عن هشام بن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه مر به قوم محرمون بالربدة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلة يأكلونه فأفتاهم بأكله. قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألت عن ذلك فقال بما أفتيتهم قال قلت أفتيتهم بأكله قال فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لوجعتك. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب محرمين حتى إذا كانوا بعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله قال فلما قدموا على عمر الخطاب ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بهذا قالوا كعب قال فإني أمرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا بعض الطريق مكة مرت بهم رجل من جراب فأفتاهم كعب أحسن الله إليكم مرت بهم رجل من جراب فأفتاهم كعب أن يأخذوه ويأكلوه قالوا فلما قدموا على عمر الخطاب ذكروا ذلك له فقال ما حملك على أن تفتين بهذا قال هو من صيد البحر قال وما يدري قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نث
رات حوت يتره في كل عام مرتين. وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاع المحرم، فقال أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج من أجل من صيد ذا فإني أكره وأنهى عنه، وأما يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به. قال مالك في من أحرم عنده صيد قد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله ولا بأس أن يجعله عند أهله. قال مالك في صيد الحيتان بالبحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك إنه حلال للمحرم أن يصطاده، ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد. وذي قال مالك عن مشاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن الجثامة الليثي أنه أدى للرسول صلى الله عليه وسلم حمار وحشين بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنها حرم. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عمرو بن ابن ربيعة عن قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أوتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا، فقال ولا أولا تأكل أنت، فقال إني لست كهياتكم إنما صيد من أجلي. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن عائشة أم المؤمنين أنها قالت له يا ابن أختي إنما هي عشر ليال، فإن تخلج في نفسك شيء فدع، تعني أكل لحم صيد أكل لحم الصيد. وفيه قال مالك في رجل المحرم يصاد من أجل صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أن من أجل الصيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله. وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم يصيد الصيد فيأكل أم يأكل الميتة، فقال بل يأكل الميتة، وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه على حال من الأحوال، وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة. قال مالك ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا المحرم لأنه ليس بذكي، كان خطأ أو عمدا فأكله لا يحل. وقال مالك وقد سمعت ذلك من غير واحد، قال مالك بالذي يقتل الصيد ما يأكل إنما عليك كفارة واحدة مثل من قتل ولم يأكل منه. أمر الصيد في الحرم، قال مالك كل شيء صيد في الحرم أرسل عليه كلمة في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء ذلك الصيد. فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يأكل، ليس عليه بذلك جزاء إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريب من الحرم فعليه جزاؤه الحكم في الصيد. قال يحيى قال مالك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين وعدل ذلك الصيام ليذوق وبال أمره الآية. قال مالك فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله ونهى الله عن قتله فعليه جزاؤه. قال مالك والأمر عندنا أنه من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه. قال مالك أحسن ما سمعت بالذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم مكان كل مد يوما وينظر كم عدة المساكين فإن كانوا 10 صام 10 أيام كانوا 20 مسكين صام 20 يوم عدد ما كانوا وإن كانوا أكثر من 60 مسكين. قال يحيى قال مالك سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم ما يقتل المحرم من الدواب. وبه قال مالك عن نافع ما يقتل المحرم من الدواب. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جراح والغراب والحداة والعقرب والفارة والكلب العقور. وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتله وهو محرم فلا جناح عليه العقرب والفارة والكلب العقور والغراب والحداة. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواز قتلنا في الحرم الفارة والعقرب والغراب والحداة والكلب العقور. وبه قال مالك عن هشام أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحياة في الحرم. قال يحيى قال مالك في الكلب العقور الذي أمر والذي أمر بقتله في الحرم إن كل ما عقر الناس وعد عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور. فأما ما كان من السبع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السبع فلا يقتلن المحرم فإن قتل فدا. قال مالك وأما ما ضر من الطيف فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحداة، وإن قتل المحرم شيء من الطير سواه ما فداه ما يجوز للمحرم أن يفعله. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الوديد أنه راعي عمر الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. قال يحيى قال مالك وأنا أكرهه. وبه قال مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم يحك جسد أحسن الله عليكم فقالت نعم فليحكك هو ليشدد.
قالت عائشة ولو ربطت يداي ولم أجد إلى رجلي لحككت. وبه قال مالك عن أيوب ابن موسى أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى نظر في المرآة لشكو بعينيه وهو محرم. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره. قال مالك ذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وبه قال مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه. قال وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه أيطير في أذني من البان الذي لم يطيبه محرم فقال لا أرى بذلك بأسا وجعله في فيه لم أرى بذلك بأسا. قال مالك ولا بأس بأن يبط المحرم جراحه ويفقع دمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك. الحج عمن يحج عنه. وبه قال مالك عن شعبة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رضي فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه. قال نعم ذلك في حجة الوداع. ما جاء في من أحصر بعدو. قال مالك من حبس بعدو فحال بينه وبين الميت بيتي فإنه يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. وبه قال مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي. ثم لم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحد من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعود لشيء. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال حين خرج من مكة معتبرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نظر في أمره فقال ما أمر ما إلا واحد فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمر ما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم نفل حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى بذلك مجزيا عنه أهدى. قال مالك فهذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال مالك فما أما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت. ما جاء في من أحصر بغير عدو. وبه قال مالك عن هشام عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ولا وبين الصفا والمروة فإن يضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها والدواء صنع ذلك وافتدى. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغ أهو أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول المحرم لا يحل إلا البيت. وبه قال مالك عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني أن الرجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق بسرت فأخذي فأرسلت إلى مكة وبي عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد أن أحل فأقمت على ذلك الماء 7 أشهر حتى حللت بعمرة. وبه قال مالك عن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن معبد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل عن الماء الذي كان عليه وجل عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من حرامه ثم عليه حج قابل ثم عليه حج قابل ويهدي بس حج قابل عسى الله عليك ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا في من أحصر بغير عدو. قال يحيى قال مالك وقد أمر عمر الخطاب أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهم الحج وأتى يوم النحر أن يحل بعمرة ثم يرجعان حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان فمن لم يجد صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال مالك وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر. وسئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن منخرق أو امرأة تطلق قال من أصاب هذا منهم فهو محصر ويكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا هم أحصروا. قال مالك في رجل قديم معتن في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته وأهل بالحج من مكة ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على يحضر مع الناس الموقف قال أرى أن يقيم حتى إذا برأ خرج للحج ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه حج قابل والهدي. قال يحيى قال مالك في من أهل بالحج من مكة ثم طاف البيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف قال إذا فاته الحج فإنه استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة فطاف البيت وسعى بين الصفا والمروة لأن الطواف الأول لم يكن
نواه للعمرة، فلذلك يعمل بهذا وعليه حج قابل والهدي. قال مالك: وإن كان من غير أهل مكة فصاب مرض حال بينه وبين الحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر وسعى بين الصفا والمروة، لأن طوافه الأول سعيه كأنما كان نواه للحج وعليه حج قابل والهدي. ما جاء في بناء الكعبة. وبه قال مالك عن هشام بن عسال بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قال: فقلت يا رسول الله فلا ترد على قواعد إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حثان قومك بالكفر. قال: فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى باجتنام ركنين الذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين قالت: ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت. وبه قال مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: سمعت بعض علمائنا يقول: ما حجر الحجر فطاب الناس من ورائه لا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله الرمل في الطواف. وبه قال مالك عن جعفر: الرمال في الطواف، أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهي إليه ثلاثة أطواف. قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلد. قال وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يرمل من الحجر الأسود ثلاثة أطواف إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشي أربعة أطواف. وبه قال مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة يقول: اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي، بعدما أمت يخفض صوته بذلك. وبه قال مالك عن هشام بن عروة أن أبي أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم، قال: ثم رأيت سعى حول البيت الأشواط الثلاثة. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك الآن وأنتم بعد أن يقولون التسجيل عبر الفيديو هناك صور مع الكاميرا وتسجل على طول. السلام عليكم ورحمة الله. الذي يريد أن يسجل شوفون هذه الورقة على الجدار، تأخذون الجوال وتصورون عليه إن شاء الله تعالى. الذي يريد أن يأخذ الإجازة، بارك الله فيكم، هذا إعلان من إدارة المسجد. والإعلان الثاني أن تأخذ معكم قارورات الماء والشاي والكاسات، تأخذونها معكم للزبائن إن شاء الله حتى نترك المسجد نظيفا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. بأسانيدكم إلى الإمام مالك رحمه الله. الاستلام في الطواف. وبه قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت. وبه قال مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، قال: وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه تقبيل الركن الأسود في الاستلام. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: هو يطوف بالبيت للركن الأسود، إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله. وبه قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه ركعة الطواف. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبوعين لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين، فربما صلى عند المقام أو عند غيره.
وسئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع. قال لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين. وبه قال مالك في الرجل يدخل الطواف فيسهو حتى يطوف 8 أو 9 أطواف. قال يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له أن يبني على 7 حتى يصل 7 حتى يصل 7 جميعا، لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين. وبه قال مالك من شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد فليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع. وبه قال مالك ومن أصابه شيء ينقضه وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. وبه قال مالك وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء. الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الطواف. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين. وبه قال مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع. وبه قال مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد. وبه قال مالك ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعا ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو حتى تغرب. قال مالك وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. وبه قال مالك ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد، ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب، ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك. ودعا بالبيت. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت. وبه قال مالك في قول عمر بن الخطاب فإن آخر النسك الطواف بالبيت إن ذلك فيما نرى والله أعلم، لقول الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال ثم محلها إلى البيت العتيق، فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر ظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال من أفاض فقد قضى الله حجه فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه وبه قال مالك ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم أرى عليه شيئا إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض. جامع الطواف. وبه قال مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. وبه قال مالك عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر فجاءته امرأة تستفتيه فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء
فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي. وبه قال مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد أن يرجع. وبه قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله. وبه قال يحيى: وسئل مالك: هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل؟ فقال: لا أحب ذلك له. وبه قال مالك: لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر، البدء بالصفا في السعي. وبه قال مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. وبه قال مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. وبه قال مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. أمين. جامع السعي. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة أم المؤمنين أنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما على الرجل شيء ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا، لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما نزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذو قديد، وكانت منات حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وبه قال مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير، فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية، وكانت امرأة ثقيلة، فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقض طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح، فقضت طوافها فيما بينه وبينها. وكان عروة إذا رأهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي، فيعتلون له بالمرض حياء منه، فيقول لنا فيما بيننا وبينه: لقد خاب هؤلاء وخسروا. وبه قال يحيى: قال مالك: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة، إنه يرجع فيسعى، وإن كان قد أصاب النساء فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي. وبه قال يحيى: وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه، فقال: لا أحب له ذلك. وبه قال مالك: ومن نسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة، فإنه يقطع سعيه ثم يتم سعيه. أحسن الله إليكم. ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستقيم ويركع ركعتي الطواف، ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة. وبه قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى حتى يخرج منه. وبه قال مالك: في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال: ليرجع فليطف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة، وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد، فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وإن كان أصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي. صيام يوم عرفة. وبه قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعير بعرفة فشرب،
وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة. قال القاسم: لقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض، ثم تدعو بشراب فتفطر، ما جاء في صيام أيام منى. وبه قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار نهى عن صيام أيام منى. وبه قال مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام منى بيطوف، يقول: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله. وبه قال مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وبه قال مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى أم هانئ امرأة عقيل بن أبي طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره أنه دخل على أبي عمرو بن العاص فوجده يأكل، قال: فدعاني فقلت له: إني صائم. فقال لي: هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. قال مالك: وهي أيام التشريق، ما يجوز من الهدي. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله، إنها بدنة. فقال: اركبها وإلك في الثانية أو الثالثة. وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة. قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد وكان فيها منزله. قال: لقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة. وبه قال مالك عن أبي جعفر القارئ أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين إحداهما نجيبة. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا نتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها. وبه قال مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال: إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها. العمل في الهدي حين يساق. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا. فإذا قدم من غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجهن القبلة ثم يأكل ويطعم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال: بسم الله والله أكبر. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه القباطية والأنماط والحلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. وبه قال مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة، فقال: كان يتصدق بها. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: في الضحايا والبدن الثني فما فوقه. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: يا بني لا يهدين أحدكم لله من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء.
وأحق من اختير له. العمل في الهدي إذا عطب أو ضل. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم ألقي قلادتها في دمها، ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء، وإن أكل منها وأمر من يأكل منها غرمها. وبه قال مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك. وبه قال مالك عن ابن شهاب أنه قال: من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدي تمتع فأصيب بالطريق فعليه البدل. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. وبه قال مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك هدي المحرم إذا أصاب أهله. وبه قال مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. قال علي بن أبي طالب: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل له القوم شيئا، فقال سعيد: إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل. فقال سعيد بن المسيب: لينفذ لوجههما فليتم حجهما الذي أفسدا، فإذا فرغا رجعا، فإن أدركهما قابل فعليهما الحج والهدي، ويهلان من حيث أهلا لحجهما الذي أفسدا، ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. قال مالك: يهديان جميعا بدنة بدنة. وبه قال مالك: في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة، إنه يجب عليه الهدي وحج قابل. قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك: الذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب في ذلك الهدي في الحج أو العمرة التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق. قال: ويجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة، فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئا. وبه قال مالك: ولو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي. وبه قال مالك: ليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج. وبه قال: وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي هدي من فاته الحج. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار. هدي من فاته الحج. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله، وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر له ذلك، فقال عمر: اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد حللت فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج واهدي ما استيسر من الهدي. وبه قال مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عاما قابلا فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم.
وبه قال مالك: ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه أن يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين، هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته من الحج، هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض. وبه قال مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه. وبه قال مالك عن ثور بن زيد الديلي عن كلمة مولى بن عباس قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. وبه قال مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس. وبه وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. أحسن الله إليكم. وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلده فقال أرى إلى بلاده فقال أرى إن لم يكن أصاب النساء أن يرجع فيفيض، وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفيض، ثم ليعتمر وليهدي، ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها، ولكنه إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتريه بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها استيسر من الهدي. وبه قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يقول: فما استيسر من الهدي شاه مالك. وبه قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: فما استيسر من الهدي شاه. وبه قال يحيى قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذا عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فمما يحكم به في الهدي شاة، وقد سماه الله هديا، وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا، وكيف يشك أحد في ذلك، وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه شاه، وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: فما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة، قالت: فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها، فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم دخلت صفة المسجد فقالت: أمعك مقصان؟ فقلت: لا. قالت: فالتمسيه لي، فالتمسته حتى جئت به، فأخذت من قرون رأسها. قالت: فالتمسيه لي، فالتمسته حتى جئت به، فأخذت من قرون رأسها، فلما كان يوم النحر ذبحت شاه. جامع الهدي. وبه قال مالك عن صدقة بن يسار المكي أن رجل من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ضفر رأسه فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني قدمت بعمرة مفردة. فقال له عبد الله بن عمر: لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن. فقال اليماني: قد كان ذلك. فقال عبد الله بن عمر: خذ ما تطاير من رأسك وأهدي. فقالت امرأة من أهل العراق: وما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هدية. فقالت له: ما هدية؟ فقال عبد الله بن عمر: لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديا. وبه قال مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة، ليهدي كل واحد منهما بدنة. وبه قال يحيى: سئل مالك عمن بعث معه هدي ينحره في حج وهو مهل بعمرة، هل ينحره إلى حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته؟ فقال: بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته. وبه قال مالك: الذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك، فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى: هديا بالغ الكعبة. فأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي رضي الله عنه وهو مريض بالسقيا،
فقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوت خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليه ثم إن حسينا أشار إلى رأسه فأمر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا قال يحيى بن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة الوقوف بعرفة والمزدلفة وبه قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر وبه قال مالك عن هشام بن عروة البث شغال بس ان شاء الله 5 دقائق ونواصل باذن الله البث يظل يعني شغال ان شاء الله 5 دقائق ونرجع ان شاء الله
استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الوقوف بعرفة والمزدلفة. وبه قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف. بسم الله الرحمن الرحيم. الوقوف بعرفة والمزدلفة. وبه قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف مرتفع عن بطن قرنة، والمزدلفة كلها موقف مرتفع عن بطن محسنة. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: اعلم أن عرفة كلها موقف إلا بطن عوانة، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسن. وبه قال مالك قال الله تبارك وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: فالرفث إصابة النساء والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال: والفسوق والذبح للأنصاب والله أعلم. قال الله: أو فسقا أهل لغير الله به. قال: والجدال في الحج أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزحة، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، فكانوا يتجادلون يقول: هؤلاء نحن أصوب، ويقول: هؤلاء نحن أصوب. فقال الله: لكل أمة جعلنا مسكن ناسكوه، فلا نازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك على هدى مستقيم. فهذا الجدال في الحج فيما نرى الله أعلم، وقد سمعت ذلك من أهل العلم. وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته. وبه قال يحيى: وسئل مالك: هل يقف احد بعرفه او بالمزدلفه او يرمي الجمار او يسعى بين الصفا والمروه وهو غير طاهر؟ فقال: كل امر تصنعه الحائض من امر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر، ثم لا يكون عليه شيء في ذلك. والفضل ان يكون الرجل في ذلك كله طاهرا، ولا ينبغي له ان يتعمد ذلك. وبه قال: وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب أن ينزل أم يقف راكبا؟ فقال: بل يقف راكبا الا ان يكون به او بدابته علة، فالله اعذر بالعذر. وقوف من فاته الحج بعرفة. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة مزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة مزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال: من أدرك الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وبه قال يحيى: قال مالك: في العبد يعتق في الموقف بعرفة، فإن ذلك لا يجزي عنه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعد أن يعتق، ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر، فإن فعل ذلك أجزى عنه، وإن لم يحرم حتى يطلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج، يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها تقديم النساء والصبيان. وبه قال مالك عن نافع عن سالم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن ربي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته قالت: جئنا مع أسماء بنت أبي بكر منى بغلس. قالت: فقلت لها: لقد جئنا منى بغلس. فقالت: كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك. وبه قال مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى. وبه قال مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر، ومن رمى فقد حل له النحر. وبه قال مالك عن هشام بن عروة أن فاطمة بنت المنذر أخبرته أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر، ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف السير في الدفعة. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه: كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع؟ فقال: كان يسير العنق فإذا وجد فرجة النص. قال مالك: قال هشام: النص فوق العنق. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر،
ما جاء في النحر في الحج. وبه قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن هذا المنحر وكل من منحر، وقال في العمرة هذا المنحر يعني المروة وكل فجاج مكة وطرقها منحر. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج. فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى بن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد ابن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهك على وجهه أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين أنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. العمل في النحر. وبه قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمن يوم النحر ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء. وبه قال مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه قياما. وبه قال مالك لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هدية، ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر، الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفث والحلاق، ولا يكون شيء من ذلك قبل يوم النحر. الحلاق. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويوخر الحلاق حتى يصبح، قال ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه، قال وربما دخل المسجد فيوتر فيه ولا يقرب البيت. وبه قال مالك التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك. وسئل مالك عن رجل نسي الحلاق في الحج هل له رخصة في أن يحلق بمكة؟ قال ذلك واسع الحلاق بمن أحب إلي. وبه قال مالك الأمر الذي اختلاف فيه أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه، ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمن يوم النحر، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. التقصير. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان هو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. وبه قال مالك وليس ذلك على الناس. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. وبه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال إني أفضت وأفضت معي بأهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي فقالت إني لم أقصر من شعري بعد، فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها. قال فضحك القاسم بن محمد وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين. قال مالك أستحب في مثل هذا أن يهريق، وذلك أن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئا. قال مالك أستحب في مثل هذا أن يهريق دما، وذلك أن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئا فليهريق دما. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجل من أهله يقال له المجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر، جهل ذلك فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض. وبه قال مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما. التلبيد. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال من ضفر فليحلق ولا تشبه بالتلبيد. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال من عقص رأسه أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو أسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها. فقال عبد الله فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه ثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال
كتب عبد الملك بن ابن مروان إلى الحجاج بن يوسف ألا يخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج. قال فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه فصاح به عند سرادقه أين هذا؟ فخرج عليه الحجاج عليه ملحفة مصفرة فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح إن كنت تريد السنة أحسن الله إليكم. فقال الرواح إن كنت تريد السنة فقال هذه الساعة؟ فقال نعم. قال فانظرني حتى أفيض علي ماء ثم أخرج. فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت له إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه. فلما رأى ذلك عبد الله بن عمر قال صدق، صلاة منى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة. وبه قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقراءة في الظهر يوم عرفة وأنه يخطب الناس يوم عرفة وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر ولكنها قصرت من أجل السفر. قال مالك وبه قال مالك في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق إنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام الصلاة المزدلفة. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وبه قال مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء. فقلت له الصلاة يا رسول الله؟ فقال الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلىها ولم يصلي بينهما شيئا. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري أن عبد الله بن يزيد الخطمي أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. صلاة منى. قال يحيى وبه قال يحيى قال مالك في أهل مكة إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بمنى ركعتين وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين وأن عثمان بن عفان صلاها بمنى ركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعد. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم صرف فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمن ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلى للناس بمكة ركعتين فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. وسئل مالك عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة أركعتان أم أربع وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أم ركعتين وكيف صلاة أهل مكة بمنى في إقامتهم؟ فقال مالك يصلي أهل مكة بعرفة وبمنى ما أقاموا بها ركعتين يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة. وبه قال مالك أمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة وأيام منى. وبه قال مالك وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى. قال وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا صلاة المقيم بمكة ومنا. وبه قال يحيى قال مالك من قدم مكة لهلال ذي الحجة فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة إلى منا فيقصر وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من أربع ليال تكبير أيام التشريق. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر الناس بتكبيره ثم خرج حين زاغت الشمس فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت
ويبلغ البيت فيعرف أو فيعرف أن عمر قد خرج يرمي. وبه قال مالك: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلاة، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير. وبه قال مالك: التكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب، وإنما يتم الناس بذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى، لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل. فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق. وبه قال مالك: الأيام المعدودات أيام التشريق صلاة المعرس والمحصب. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة وصلى بها. وبه قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. وبه قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه، وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به، وأن عبد الله بن عمر أناخ به. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب وليس بمحصب، ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت البيتوتة بمكة ليالي منى. وبه قال مالك عن نافع أنه قال: زعموا أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء الغقبة العقبة. وبه قال مالك عن نافع أنه قال: زعموا أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: في البيتوتة بمكة ليالي منى لا يبيتن أحد إلا بمنى رمي الجماع. وبه قال مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين وقوفا طويلا حتى يمل القائم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأولين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاه. وبه قال مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: الحصى الذي ترمى به الجمار مثل حصى الخذ. وبه قال مالك: وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا بالجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان. وبه قال مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم: من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة؟ فقال: من حيث تيسر. وبه سئل مالك: هل يرمى عن الصبي والمريض؟ فقال: نعم، ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما، فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى. وبه قال مالك: لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ عادة، ولكن لا يتعمد ذلك. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس، الرخصة في رمي الجمار. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون في يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن رواح أنه سمعه يذكر أنه رخص للرعاء أن يرموا بالليل، يقول في الزمان الأول. وبه قال مالك: وتفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول يرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك، لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه مضى كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا، وإن قاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا. وبه قال مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن بنت أخي لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منا بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم يرى
ولم ير عليهما شيئا. وبه سئل مالك عمن نسي رمي الجمرة من الجمال في بعض أيام من حتى يمسي، قال ليرمي أي ساعة ذكر من ليل أو نهار، كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا، فإن كان ذلك بعدما صدره بمكة أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي الإفاضة. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج، وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر نحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء الطيب حتى يطوف بالبيت. دخول الحائض مكة. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت ذلك، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذا مكان عمرتك، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت بين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا أهلوا بالحج وجمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة بمثل ذلك. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. وبه قال مالك: في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت أنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة وأجزأ عنها طواف واحد. والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت قبل أن تحيض فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار، غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضتها إفاضة الحائض. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن صفية بنت حيي حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ فقيل: إنها قد أفاضت. فقال: فلا إذن. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قلنا: بلى. قال: فاخرجن. وبه قال مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين كانت إذا حجت ومنعها نساء تخاف أن يحل قدمتهن يوم النحر فأفضن، فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرن تنفر بهن، فهن حيض إذا كن قد أفضن. وبه قال مالك عن هشام بن عروة ونبي عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل لها: إنها قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيل له: إنها قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها حابستنا. فقالوا: يا رسول الله، إنها قد طافت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا إذن. وبه قال مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة: ونحن نذكر ذلك فلم يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن، ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنى أكثر من 6000 امرأة حائض كلهن قد أفاضت. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت.
وبه قال مالك: والمرأة التي تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك، وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها، فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض. وبه قال: من حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كريها يحبس عليها أكثر ما يحبس النساء الدم، فدية ما أصيب من الطير والوحش. وبه قال مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. وبه قال مالك عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ضبيا ونحن محرمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال: فحكم عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ضبي، حتى دعا رجلا يحكم معه، فسمع عمر بن الخطاب قول الرجل فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال: لا. قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا. فقال عمر: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. ثم قال: إن الله يقول في كتابه: يحكم به لو عدل منكم هدي بالغ الكعبة. وهذا عبد الرحمن بن عوف. وبه قال مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول: في البقرة من الوحش بقرة، وفي الشاة من الظباء شاة. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: في حمام مكة إذا قتل شاة. وبه قال مالك: في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو بالعمرة، وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليها فتموت. فقال: أرى أن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة. وبه قال مالك: ولم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنه. وبه قال مالك: أرى في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة كما يكون في جنين الحرة غرة عبد أو وليدة. وبه قال مالك: وقيمة الغرة 50 دينارا، وذلك عشر دية أمه. وبه قال مالك: وكل شيء من النسور أو العقبان أو البزاة أو الرخم فإنه صيد يودى كما يودى الصيد إذا قتله المحرم. وبه قال مالك: وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره، وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير، فهما بمنزلة واحدة سواء. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبالإسناد قال الإمام مالك رحمة الله عليه: فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم. فقال له عمر: أطعم قبضة من طعام. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: تعال حتى نحكم. فقال كعب: درهم. فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة. فدية من حلق قبل أن ينحر. وبه قال مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فآذاه القمل في رأسه،
فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وقال له صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين لكل إنسان، أو انسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك. وبه قال مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد بن الحجاج عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلك آذاك هوامك، فقلت نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو امسك بشاة. وبه قال مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني أنه قال حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة عن كعب بن عجرة أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا، فأخذ بجبهتي ثم قال احلق هذا الشعر وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنسك به. وبه قال يحيى قال مالك في فدية الأذى إن الأمر فيه أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية، وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها، وأنه يضع فديته حيثما شاء النسك أو صدقة بمكة أو بغيرها من البلاد. وبه قال مالك لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل إلا أن يصيبه أذى في رأسه، فعليه فدية كما أمره الله تعالى، ولا يصلح له أن يقلم أظفاره ولا يقتل قمله ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا من ثوبه، فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه فليطعم 1/5 من طعام. وبه قال مالك من نتف شعرا من أنفه أو من إبطه أو طلى جسده بنورة أو يحلق عن شجة في رأسه لضرورة أو يحلق قفاه لموضع المحادم وهو محرم ناسيا أو جاهلا، إن من فعل شيئا من ذلك فعليه من ذلك كله الفدية، ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحادم. قال مالك ومن جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة افتدى. ما يفعل من نسي من نسكه شيئا. وبه قال مالك عن أيوب ابن أبي تميمة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. قال أيوب لا أدري أقال ترك أم نسي. فقال مالك ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة، وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك جامع الفدية. وقال وبه قال مالك في من أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم، أو يقصر شعره أو يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مؤونة الفدية عليه، قال لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، وإنما أرخص فيه للضرورة وعلى من فعل ذلك الفدية. قال يحيى وسئل مالك عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك أصاحبه بالخيار في ذلك، وما النسك وكم الطعام وبأي مد هو وكم الصيام، وهل يؤخر شيء من ذلك أم يفعله في فوره ذلك.
قال مالك: كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا أو كذا، فصاحبه مخير في ذلك، أي ذلك أحب أن يفعل فعل. وأما النسوك فشاة، وأما الصيام فثلاثة أيام، وأما الطعام فيطعم ستة مساكين، لكل مسكين مدان، بالمد الأول مد النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول: إذا رمى المحرم شيئا فأصاب شيئا من الصيد لم يرد فقتله، إن عليه أن يفتديه. وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يرده فيقتله، إن عليه أن يفتديه، لأن العمد والخطأ في ذلك بمنزلة سواء. وبه قال مالك: في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون، أو في الحرم. قال: أرى أن على كل إنسان منهم جزاء إن حكم عليهم بالهدي فعلى كل إنسان منهم هدي، وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام. ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة، على كل إنسان منهم، أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم. وبه قال مالك: من رمى صيدا أو صاده بعد رميه الجمرة وحلاق رأسه غير أنه لم يفد، إن عليه جزاء ذلك الصيد، لأن الله تبارك وتعالى قال: وإذا حللتم فاصطادوا، ومن لم يفد فقد بقي عليه مس النساء والطيب. وبه قال مالك: ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء، ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشيء، وبئس ما صنع. وبه قال مالك: في الذي يجهل أو ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج، أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده، قال: ليهدب إن وجد هديا، وإلا فليصم ثلاثة أيام في أهله، وسبعة إذ بعد ذلك جامع الحج. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى، والناس يسألونه، فجاءه رجل فقال له: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انحر ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وبه قال مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بضبع صبي كان معها، فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ فقال: نعم ولك أجر. وبه قال مالك عن إبراهيم بن عبد الله بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رأى الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة،
وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدء. قيل: وما رأى يوم بدء؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. وبه قال مالك عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عن طلحة بن عبيد الله بن كاريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. قال مالك: قال ابن شهاب: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما، والله أعلم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع، فدخل مكة بغير إحرام. وبه قال مالك عن ابن شهاب مثل ذلك. وبه قال مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال: عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت صرحة بطريق مكة، فقال: ما أنزلك تحت هذه الصرحة؟ فقلت: أردت ظلها. فقال: هل غير ذلك؟ فقلت: لا، ما أنزلني إلا ذلك. فقال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت بين الأخشبين من منى، ونفخ بيده نحو المشرق، فإن هناك واديا يقال له السرر به صرح، السرر به صرحة، به صرحة سر تحتها 70 نبيا. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمت الله لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك. فجلست، فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها: إن الذي كان قد نهاك قد مات، فاخرجي. فقالت: ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. وبه قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما بين الركن والباب الملتزم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه سمعه يذكر أن رجلا مر على أبي ذر بالربذة، وأن أبا ذر سأله: أين تريد؟ فقال: أريد الحج. فقال: هل نزعك غيره؟ قال: لا، أردت الحج. فقال: أردت الحج. فقال: هل نزعك غيره؟ قال: لا. قال: فأتني في العمل. قال الرجل: فخرجت حين قدمت مكة فمكثت ما شاء الله، ثم إذا أنا بالناس منقصفين على رجل فضاغطت عليه الناس، فإذا الشيخ الذي وجدت بالربذة، يعني أبا ذر. قال: فلما رآني عرفني، فقال: هو الذي حدثتك. وبه قال مالك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج، فقال: أو يصنع ذلك أحد؟ وأنكر ذلك. وبه سئل مالك: هل يحتش الرجل لدابته من الحرم؟ فقال: لا، حج المرأة بغير ذي محرم. وبه قال يحيى: قال مالك: في الصرورة من النساء التي لم تحجج قط، إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها، أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها، أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج، ولتخرج في جماعة من النساء. صيام المتمتع. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منا.
وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة: كمل كتاب الحج والحمد لله كثيرا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتوقف هنا إن شاء الله عند نهاية كتاب الحج، ويكون المجلس الثالث وغدا إن شاء الله ابتداء من كتاب الجهاد بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.